السلام عليكم. جي نشارك معكم رغيفات اللي كيجيو لدادين بزاف، كيجيو معمرين بالجبن صراحة. كيجيو مقرمشين، وجربوهم ردوا عليا في التعاليق. المهم البنات، هنايا العجينة ما شاركتش معكم طريقة العجينة، حيت العجينة العادية ديال الرغايف عملت هنايا البنات. عندي 3 تسليفات ديال الطحين مع معلقة ديال الملح وملعقة ديال العسل، وصافي كنعجنوها بالماء الدافئ، ومباشره كنقطعوها بهذا الشكل اللي كتشاهدوا معايا في الفيديو، وكندوزو نطلقوا العجينه ديالنا. هنايا العجينه ورقتها بالزبده والزيت والمايزينا اي نشا، صافي. وكنجمعوها بهذا الشكل هذا، كنطلقوها وكنورقوها بالزبده والزيت والمايزينا، صافي. وكنجمعوها عاديه بهذا الشكل اللي كتشاهدوا معايا في الفيديو. صافي هنايا البنات، من بعد ما كترتاح لينا او من بعد ما كنساليو الكميه ديالنا، مباشره كندوزو نعمروها بالجبن، وكنطويها على الشكل اللي كتشاهدوا معايا في الفيديو، شكل مربع. كنطويو الجوانب ديالها مع بعضياتها، وصافي كنربعوها بهذا الشكل اللي كتشاهدوا معانا البنات. نوعيه الجبن اللي بغيتو جبن مربع، مثلث، مهم اي جبن متوفر عندكم في الدار. جبن طبيعي صراحه كيجي ولدادي بزاف بزاف. وصافي كنعمروا ديك الرغيفات ديالنا كاملين، وكندوزو كنطيبوهم في المقلاه عادي، كنعملهم واحد شويه الزيت وكنطيبوهم بهذا الشكل اللي كتشاهدوا معايا في الفيديو. صراحه جربوهم وردوا عليا، كيجيو لدادين بزاف. وصافي من بعد ما وجدنا هذه هي النتيجه، صراحه كتجي روعه. جربوها وردوا عليا، وبقى لي غنقول لكم بالصحه والراحه.